الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، مرحبا بكم. وبداية هذه النشرة ستكون مع زميلتي سمر الزهيري. إليك سمر. شكرا لك يا دعاء وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بواجب العزاء في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة. أعرب الرئيس السيسي عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه الشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار لشقيقة الإمارات واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتدادا لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات. وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجيا المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية تلك الأمانة. يعتبر المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات أعلى سلطة دستورية وأعلى هيئة تشريعية في الدولة. يتولى المجلس رسم السياسة العامة وإقرار التشريعات الاتحادية والنظر في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد. المزيد في سياق هذا العرض. you
تتواصل في لبنان فترة الصمت الانتخابي استعدادا للتصويت في الانتخابات النيابية المقررة غدا، وتجرى الانتخابات في جولة واحدة بنظام القائمة النسبية في 15 دائرة انتخابية كبرى و26 دائرة انتخابية صغرى على مستوى الجمهورية اللبنانية. يتنافس في الانتخابات 817 مرشحا ضمن 103 قائمة انتخابية على 128 مقعدا. أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الحكومة أنجزت كل الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية في أجواء من الحرية والديمقراطية، وأشار إلى أن ما يتبقى هو إقبال اللبنانيين على الاقتراع بكثافة لإيصال صوتهم واختيار من يريدوا من المرشحين. قال ميقاتي إن هذه هي الفرصة المناسبة وفقا للأطر الدستورية لبلورة التغيير والذي طالما نادت به شريحة واسعة من الشعب، وموضحا أن ما يتردد عن تجاوزات في الانتخابات هو حديث يتداول في كل عملية اقتراع وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في هذا الموضوع. أعلنت القوات العراقية أنها استهدفت 4 أوكار لعناصر داعش الإرهابية في المناطق الجبلية، كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل 30 إرهابيا في عمليات عسكرية نوعية في الأنبار وكركوك ونينوى. وشدد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة على أن قوات الأمن لن تسمح بوجود أي ملاذات آمنة للإرهابيين في عموم العراق. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفنلندي من أن انضمام هلسنكي إلى حلف الناتو سيكون خطأ،
ومشددا على غياب أي خطر على فنلندا من جانب روسيا. جاء ذلك خلال اتصال بين الرئيسين ناقش خلاله توجه الدولة الاسكندنافية للترشح قريبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي، والذي أثار استياء موسكو. قالت وزارة الخارجية الروسية أن انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو لا يمكن أن يمر دون رد فعل سياسي. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن موسكو ليست لديها نوايا عدوانية تجاه السويد وفنلندا، غير أن انضمامهما لحلف الناتو لن يخدم مصالحهما وسيؤدي لعسكرة منطقة شمال أوروبا، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن نشر روسيا لأسلحة نووية في منطقة البلطيق. وقد أعلنت فنلندا أن روسيا أوقفت إمدادات الكهرباء إليها. في المقابل أعلنت شركة راو نوردك الروسية التي توصل الكهرباء إلى فنلندا، أعلنت أنها لم تتسلم أي مدفوعات. أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن ترحيبها بسعي فنلندا للانضمام إلى حلف الناتو على الرغم من التحذيرات الروسية إزاء تلك الخطوة. وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية إن لكل دولة الحق في اختيار مسارها الخاص وتحالفاتها الخاصة، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تلتزم بضمان أن تظل سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو متاحة للدول الطامحة أن تنضم إليه عندما تكون جاهزة وقادرة على الوفاء بالتزامات العضوية والمساهمة في الأمن بالمنطقة الأوروبية الأطلسية. يلتقي وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسية ناتو في العاصمة الألمانية برلين، وذلك لبحث استراتيجياتهم طويلة المدى بشأن روسيا مع فنلندا والسويد المرشحتين للانضمام إلى الحلف. يأتي اجتماع برلين بعد أيام من تأييد قادة فنلندا والتي ظلت محايدة لفترة طويلة للانضمام إلى حلف ناتو. ومن المتوقع أن تشارك وزيرة خارجية السويد آن ليند ووزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو في الاجتماع. اقترح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني اقترح تقديم ضمانات أمنية من ألمانيا وشركاء آخرين في حلف شمال الأطلنطي الناتو لفنلندا والسويد خلال الفترة التي ستستغرقها ويستغرقها انضمام الدولتين للحلف. وتوقع السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أن ترد روسيا بخطاب عدواني واستفزازات على طلب انضمام فنلندا والسويد الانضمام لحلف وللحلف الناتو، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي عملية تصديق سريعة بقدر الإمكان. أعلنت مجموعة السبع أنها لن تعترف إطلاقا بالحدود التي قالت إن روسيا تسعى لفرضها بالقوة خلال عملياتها في أوكرانيا. جاء ذلك في ختام اجتماع وزراء خارجية المجموعة والذي انعقد بشمال ألمانيا. توعد الوزراء بتوسيع العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو لتشمل قطاعات تعول عليها روسيا بصورة خاصة، وداعين الصين إلى عدم تقويض هذه التدابير. أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو عن قناعة موسكو بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تفكك هذا التكتل. واعتبر غروشكو أن انضمام الاتحاد الأوروبي بالفعل لأوكرانيا سيعني سيادة الأيديولوجية المتناقضة مع القيم الأوروبية على حد تعبيره. وشدد الدبلوماسي الروسي على أن دور أوروبا في التجارة الدولية ينخفض وأن مراكز النفوذ الاقتصادي والسياسي تنتقل نحو الشرق. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده منفتحة على الحوار، لكن تصرفات الغرب تحول دون ذلك. وخلال جلسة لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية اتهم لافروف الغرب بشن حرب شاملة على بلاده.
الكراهية للروس التي تتشبع بها الكثير من الدول الأوروبية والتي يقومون بانتهاك الأخلاق وكذلك الاتفاقيات والقانون الدولي. ونحن لا نقبل ويقومون بكل التصرفات المعادية لبلادنا بما في ذلك سرقة أموالنا. وهناك حملة كبيرة كذلك ضد بلدنا يعاني منها الدبلوماسيين وأحيانا لدرجة تعرض حياتهم للخطر. فهناك طرد متناغم يجري في دول الغرب وهذه حالة غير مسبوقة لا أذكر مثلها عبر تاريخنا. وكل ذلك يتم من خلال تخطي فكرة أن الدبلوماسيين يساعدون في حل المشاكل وتسوية الأوضاع ومع ذلك نقوم نحن بتنفيذ كل مهامنا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو دمر نحو 43 موقعا لتمركز القوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية. وقالت الوزارة إن قواتها أسقطت 13 طائرة أوكرانية مسيرة، كما تم اعتراض قذائف صاروخية في منطقة خاركييف. قال وزير الدفاع الأوكراني إن كييف تريد تعبئة مليون شخص لزيادة إمكاناتها الدفاعية. أوضح وزير الدفاع أنه تم إطلاق عمليات بهدف ضمان زيادة الإمكانات الدفاعية لأوكرانيا، وأشار إلى الحاجة إلى توفير مليون شخص للقتال. وفقا لوسائل إعلام أوكرانية، فإن كييف تعلن لأول مرة عن عدد المواطنين الذين تخطط لحشدهم في الجيش. قال مسؤولون في كييف إن العمليات العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا بدأت مرحلتها الثالثة والتي ستكون مرحلة من القتال الممتد. وصرح فيكتور أندروسيف مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية بأن المرحلة الأولى كانت عبارة عن محاولة للسيطرة على أوكرانيا خلال أيام قليلة، فيما شهدت المرحلة الثانية محاولات لحصار القوات الأوكرانية وهزيمتها في عدة مناطق محاصرة. أما المرحلة الثالثة والجديدة فستشهد قيام القوات العسكرية الروسية بالدفاع عن المكاسب التي حققتها على الأرض، موضحا أن هذا الأمر يظهر أن روسيا تخطط لجعل العملية العسكرية طويلة الأمد. وجه وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن بإرسال قوات قوامها 10,500 جندي إلى الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي الناتو. أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الوزارة بحاجة إلى إقرار مجلس الشيوخ حزمة المساعدات الجديدة إلى أوكرانيا حتى يتسنى إرسال المزيد من المساعدات إلى هناك. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الإدارة العسكرية المدنية التي عينتها روسيا في منطقة خرسون الأوكرانية ستطلب من موسكو الانضمام إلى روسيا الاتحادية. وأضافت الوزارة أنه إذا أجرت روسيا استفتاء على الانفصال في خرسون فإنها ستتلاعب بنتائجه دون شك لإظهار أن هناك أغلبية واضحة تؤيد الانفصال عن أوكرانيا. ارتفع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا والذين وصلوا إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أواخر فبراير الماضي إلى 3,300,000 لاجئ. أوضح حرس الحدود البولندي أن نحو 21,200 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد خلال 24 ساعة مقابل دخول 22,000 لاجئ في اليوم الذي يسبقه.
قالت صحيفة ألمانية إن المفوضية الأوروبية تدرس التخلي عن قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي من أجل السماح للحكومات بوضع حد أقصى لأسعار الغاز للمستهلكين حال انقطاع الإمدادات الروسية. ونقلت صحيفة بيلد إم زونتاج عن وثيقة للمفوضية الأوروبية إنه يجب السماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنظيم أسعار المستهلكين لفترة انتقالية لحمايتها من الارتفاع المفاجئ حتى قبل حدوث نقص حاد. وذكرت الوثيقة أن تمويل هذا التدخل يتطلب مبالغ كبيرة. قال رئيس شركة مولدوفا غاز إنه منذ بداية مايو الجاري تدفع البلاد لشركة غاز بروم الروسية مقابل الغاز الذي تتلقى باليورو وليس بروبل بالاتفاق معها. أوضح رئيس الشركة أنه بموجب اتفاق مع شركة غاز بروم الروسية يمكن الدفع بالروبل واليورو لأن مولدوفا ليست مدرجة في قائمة الدول غير الصديقة. ألقت الأزمة الأوكرانية بظلالها الثقيلة على مختلف نواحي الحياة في العالم ومن تلك التبعات الارتفاع المطرد في أسعار مصادر الطاقة وخاصة النفط والغاز وإثارة معضلة استغناء أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية. المزيد في هذا العرض مع الزميل أحمد أبو زيد. من بين التداعيات السلبية للأزمة المستمرة والمتفاقمة بين روسيا وأوكرانيا تبرز أزمة الطاقة والارتفاع المتواتر في أسعارها مع صعوبة توفير الإمدادات من النفط والغاز لا سيما لأوروبا وذلك في ضوء العقوبات المتبادلة بينها وبين روسيا. أزمة إمدادات الغاز تحديدا آخذة في التفاقم أوروبيا مع فرض موسكو لعقوبات على الشركات الأوروبية التابعة لشركة غازبروم المملوكة بالأساس لروسيا ليزداد الضغط على أوروبا لتأمين إمدادات غاز بديلة. العقوبات الروسية فرضت وبشكل رئيسي على الشركات الأوروبية التابعة لشركة غازبروم بما في ذلك شركة غازبروم جرمانيا لتجارة الطاقة والتخزين والنقل والتي وضعتها السلطات الألمانية تحت الوصاية الشهر الماضي لمحاولة تأمين الإمدادات فضلا عن فرض عقوبات على مالك الجزء البولندي من خط أنابيب يامال أوروبا والذي يتكفل بنقل الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية. يربط خط أنابيب يامال أوروبا حقول الغاز الروسية في شبه جزيرة يامال وغربي سيبيريا مع بولندا وألمانيا عبر الأراضي البيلاروسية تبلغ طاقته قرابة 33 مليار متر مكعب أي ما يعادل سدس صادرات الغاز الروسي إلى المستهلكين الأوروبيين. قائمة العقوبات شملت كذلك أكبر منشأة لتخزين الغاز في ألمانيا بولاية ساكسونيا السفلى والتي تبلغ سعتها قرابة 4 مليارات متر مكعب إضافة إلى شركة تجارية أخرى تزود الصناعة والمرافق المحلية. ألمانيا أيضا اعتبرت أن الإجراءات الروسية تبدو وكأنها هادفة إلى رفع الأسعار. تشير السلطات الألمانية إلى أن الانخفاض المتوقع في التدفقات بنسبة 3% في شحنات الغاز الروسي يمكن تعويضه في السوق وإن كان بالطبع بكلفة أكبر. وفيما تشير الأرقام إلى أن مستوى تخزين الغاز في ألمانيا ممتلئ بنحو 40% فإن المحللين يرون أن ذلك لا يزال منخفضا في هذا الوقت من العام ويلزم زيادة هذه النسبة استعدادا لاستقبال فصلي الخريف والشتاء. القلق المتزايد من التهديدات المتواصلة لإمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا دفع وبالضرورة أسعاره إلى الارتفاع مع ارتفاع المؤشر الأوروبي الرئيس بنحو 12% لا سيما بعدما قطعت موسكو بالفعل الإمدادات عن بلغاريا وبولندا كما رفض معظم المتعاقدين على الغاز الأوروبيين الطلب الروسي بالدفع بالروبل والتي قالت المفوضية الأوروبية إنها تخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي. هكذا إذن تتعامل روسيا ودول الاتحاد الأوروبي مع قضية إمدادات الطاقة وتحديدا الغاز على أنه الشر الذي لا بد منه. أوروبا ترى أن إمدادات الغاز الآتية من روسيا تحمل لها ملاذا آمنا وبكلفة معقولة ومقبولة لكنها في ذات الوقت مطالبة بأن تتعاطى مع حزم العقوبات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية والتي تشمل في هذه الحزمة الجديدة قطاع الغاز والطاقة في عمومها. أعلنت الحكومة الهندية حظر صادرات القمح بأثر فوري مع سعي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم لتهدئة الأسعار المحلية. أضافت الحكومة أنه سيتم السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل واعتمد المشترون العالميون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود وذلك منذ العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا في أواخر فبراير.
تسعى الولايات المتحدة إلى كبح جماحي التضخم الذي بلغ مستويات غير مسبوقة خلال العقود الماضية، لكن هذه المهمة تصطدم بتحديات عديدة في ظل الأحداث الجيوسياسية الجارية واختناقات سلاسل التوريد. بعد أن أطل شبح الركود على أكبر اقتصاد في العالم، تواصل الولايات المتحدة مساعيها لكبح أكبر تضخم تشهده البلاد في 4 عقود. رئيس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول رجح رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين للبنك بمقدار 0.5 نقطة مئوية لكل منهما، دون أن ينفي احتمالية تطبيق زيادة أكبر، وذلك بعد الزيادات التي تم إقرارها بالفعل والتي يبدو أنها لم تنهي أزمة التضخم. السلطات الأمريكية تسعى إلى الوصول بالاقتصاد إلى بر الأمان، وهي المنطقة التي يتقلص فيها التضخم إلى مستوى 2% المستهدف من قبل البنك المركزي، مع الحفاظ على سوق العمل على متانته. لكن هذه المهمة يبدو أنها ستكون مليئة بالتحديات في ظل الأحداث الجيوسياسية الجارية واختناقات سلسلة التوريد والارتفاع الكبير في الأسعار، وخاصة بقطاع الطاقة. فارتفاع أسعار الطاقة يلقي بمزيد من الأعباء على كاهل الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، في مشكلة ناجمة عن قلة عدد المصافي التي تحول النفط الخام إلى وقود صالح للاستخدام. ويحمل ضعف طاقة التكرير آثارا وخيمة على المستهلكين في الولايات المتحدة وفي الأسواق العالمية. ففي الداخل الأمريكي تواصل أسعار بيع البنزين بالتجزئة تسجيل مستويات قياسية مرتفعة جديدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التضخم إلى واحد من أسوأ المعدلات التي شهدتها الأسر الأمريكية على الإطلاق. وفي الوقت ذاته فإن الساحل الشرقي على شفا التعرض لنقص الديزل، والذي يهدد بإعاقة سلاسل التوريد المرتبكة بالفعل، والتي عطلت على مدى العامين الماضيين تدفق كل شيء من مواد البقالة الأساسية إلى إمدادات البناء. تعهد زعماء الولايات المتحدة ودول رابطة جنوب شرق آسيا آسيان خلال قمة عقدت في واشنطن برفع علاقتهم إلى شراكة استراتيجية شاملة. وفي بيان مشترك أكد زعماء أيضا على احترام السيادة والاستقلال السياسي ووحدة الأراضي الأوكرانية. أعلنت حكومة نيوزيلندا إصابة رئيسة الوزراء جاسيندا أردرين بفيروس كورونا، وأوضحت الحكومة أن الأعراض التي تبدو عليها طفيفة، كما أفادت بأنها ستخضع للحجر المنزلي لمدة 7 أيام. وتحصى إصابة رئيسة الوزراء من بين أكثر من 50,000 إصابة الأسبوع الماضي، في حين سجلت البلاد 892 حالة وفاة بالفيروس في أدنى معدلات للوفاة في البلاد. وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون انتشار فيروس كورونا في بلاده بأنه كارثة كبيرة. وفي اجتماع رسمي دعا إلى حرب شاملة على الوباء. جاءت تصريحات الزعيم الكوري الشمالي بعدما سجل المسؤولون أولى الإصابات بالفيروس في البلاد. ألقت الشرطة الهندية القبض على 2 من مالكي شركة تصنيع وبيع كاميرات أمنية بعد اندلاع حريق هائل في مكتبهما في نيودلهي، أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة 12 آخرين. من جانبها عملت فرق الإنقاذ على تطهير المبنى المحترق والذي يضم متاجر ويقع بالقرب من محطة للسكك الحديدية في الضواحي الغربية للعاصمة نيودلهي. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية ولضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 340 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 43 طن مواد غذائية وغير غذائية.
ضبطت الحملات الأمنية 27 طن سلع غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية، وضبط قرابة 3 أطنان في مجال السلع على السلع المدعومة. كما تمكنت الأجهزة الأمنية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية من ضبط أكثر من 13 طن. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 346 قضية، من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و98 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 19 قضية بمضبوطات بلغت 444 طن أقماح محلية. انطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة الإعدادية بالمحافظات وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، كما تم تجديد الإجراءات التنظيمية ومنها عدم اصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان. كما تم التنسيق مع مديريات الأمن لمتابعة خطوط السير وتوزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة لتوفير بيئة آمنة للطلاب. أشاد البنك الدولي ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه في محافظتي سوهاج وقنا. أكد البنك أن البرنامج يحقق معظم أهداف التنمية المستدامة، كما أثنى البنك على جهود تعزيز فريق البيئة والصحة والسلامة المهنية لضمان الإعداد لأنشطة بناء القدرات في المحافظات الأربعة سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا. التقت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية، وذلك في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف 27 للتغيرات المناخية بشرم الشيخ. وخلال الاجتماع أكدت الوزيرة أنه سيتم البناء على مخرجات مؤتمر الأطراف 26 للتغيرات المناخية، حيث كان له العديد من المخرجات الناجحة كتنفيذ اتفاق باريس وفتح العديد من برامج العمل مع التكيف مثل التكيف مع التغيرات المناخية وتمويل المناخ، مشيرة إلى أنه خلال مؤتمر كوبا 27 سيتم تجميع قصص النجاح المصرية لعرضها خلال المؤتمر في المجالات المختلفة، فضلا عن تجميع كافة الحلول ودعم المجتمعات المعرضة لمخاطر تغير المناخ من خلال تطبيق التكنولوجيا في هذه الدول. قال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي إن الوزارة تشارك وبشكل محوري في أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق. أوضح الوزير أن أجهزة الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول بعدد 195 مشروع في 54 مركزا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، ومشيرا إلى أن أطوال الترع التي تم تأهيلها بمراكز حياة كريمة بلغت حوالي 2058 كيلومتر، وجاري العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1892 كيلومتر. استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز ملامح منظومة زراعة وتوريد القمح خلال عام 2022، والتي تقوم على محاور تتمثل في تحقيق معدلات غير مسبوقة في الإنتاج وطفرة في إنشاء الصوامع ودعم المزارعين وحوافز التوريد. هذا ونوه المركز بزيادة المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام لتصل إلى 3,650,000 فدان، متوقعا أن يصل حجم إنتاج المحصول إلى 10 ملايين طن، وذلك بفضل جهود التوسع الأفقي في زراعة القمح.
قالت وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة هالة سعيد إن مصر منذ إطلاق رؤيتها للتنمية المستدامة في 2016 وهي لم تدخر جهدا في إصلاح اقتصادها وتحسين بيئة العمل بها. جاء ذلك خلال مشاركتها افتراضيا في المائدة المستديرة لمنتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية، حيث ناقشت خلال مشاركتها تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر كأول تقرير وطني عن التمويل من أجل التنمية في العالم، وموضحة أن مصر تعتبر أول دولة عربية تطلق تقرير تمويل التنمية تحت مظلة جامعة الدول العربية وبالتعاون مع كافة شركاء التنمية. وحول استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 قالت السعيد إن الحكومة المصرية تخطو خطوات واسعة في مواجهة تغير المناخ، وذلك من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، ومشيرة إلى إحراز مصر لتقدم كبير في زيادة حصة الطاقات المتجددة. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي سعي الحكومة للاستفادة من أحدث التكنولوجيات والتجارب والخبرات الدولية في مجال إدارة المخلفات في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المحافظات المصرية. وخلال مشاركته في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المخلفات الذي عقد في لاس فيغاس بالولايات المتحدة، أشار شعراوي إلى أن المشاركة المصرية في فعاليات وورش عمل المؤتمر تضمنت الوقوف على آخر ما توصلت إليه دول العالم في هذا المجال الحيوي، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة من جانب المشاركين، منها الإدارة الخاصة بالمخلفات من منظور اقتصادي. نجحت جهود الدولة المصرية في دعم قطاع البترول بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن في تحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع الحيوي رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادات دول العالم. المزيد في هذا العرض والزميل أحمد أبو زيد. تواصل الدولة جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة عبر النهوض بالقطاعات الحيوية التي تسهم في نمو الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين، وعلى رأسها قطاع البترول، وذلك رغم كل التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادات دول العالم. قطاع البترول نجح بدوره في تحقيق طفرة في استخدامات الغاز الطبيعي خلال الأعوام الثمانية الماضية، حيث أن أكثر من نصف عدد الوحدات السكنية التي جرى توصيلها بالغاز الطبيعي على مدار 42 عاماً قد تحقق نفس هذا المعدل في آخر 8 سنوات فقط. جرى توصيل الغاز لأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية تنفيذا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مضاعفة الجهود للتوسع في هذه الخدمة، فيما يتم العمل حاليا لتوصيل 1,200,000 وحدة سكنية كل عام ومدها بالغاز الطبيعي، حتى بلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة إلى نحو 13,300,000 وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية حتى اليوم. تمثلت الطفرة الكبيرة والانتشار السريع لمحطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي في مضاعفة أعدادها 4 مرات خلال آخر عام ونصف العام، لتبلغ أكثر من 850 محطة تخدم حائزي السيارات العاملة بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها حالياً نحو 450,000 سيارة، ويتم العمل على إدخال نحو 150 محطة أخرى إلى الخدمة. تستهدف الدولة أيضاً انتشاراً لهذه المحطات في مختلف المناطق تشجيعاً وتحفيزاً للمواطنين على استخدام الغاز الطبيعي كوقود آمن للسيارات، وقد جرى بالفعل تحويل 9,000 سيارة لتعمل بالغاز الطبيعي خلال شهر أبريل الماضي، وهو معدل ينجز للمرة الأولى بنفس هذا الحجم. في الوقت ذاته أعدت الحكومة خطة طموحة لتطوير ودعم صناعة البتروكيماويات خلال المرحلة المقبلة باعتبارها صناعة القيمة المضافة، من خلالها أيضا يتحقق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وبشكل خاص الغاز الطبيعي، ينعكس مردودها إيجابيا على الاقتصاد باعتبارها تشكل جزءا أساسيا في الناتج القومي. هكذا إذن تتعامل الدولة مع طفرات مستمرة في قطاع الطاقة وفي استخدامات الوقود باعتبارها تشكل جانبا حيويا من جوانب التنمية التي تستهدفها الدولة وركنا أساسيا من أركان تحقيق الرفاه المعيشي للمواطنين.
رياضيا، تتواصل اليوم منافسات الدورة التمهيدية الأول ببطولة العالم للسكواش لمحترف الرجال والسيدات المقامة بمصر في الفترة ما بين 13 وحتى 22 من مايو الجاري. وتشهد البطولة والتي تعتبر واحدة من أكبر البطولات العالمية للسكواش مشاركة 128 من لاعبي السكواش بالعالم من السيدات والرجال. وتقام مباريات البطولة بداية من 17 من مايو على الملعب الزجاجي بمتحف الحضارات المصرية للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. حصد الرماة المصريون 8 ميداليات متنوعة في مسابقات الجائزة الكبرى والتي تقام ضمن منافسات بطولة إفريقيا الثامنة للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة التي تستضيفها مصر على ملاعب نادي الصيد بالسادس من أكتوبر في الفترة من 12 وحتى 15 من مايو الجاري. يشارك في البطولة 250 راميا ورامية من 9 دول حول العالم. تقام في 8:30 مساء اليوم مباراة الجولة الرابعة من مباريات الدور النهائي من بطولة دوري سوبر السلة، حيث يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. تقام البطولة بنظام الأفضل خلال 5 مباريات، والفريق الفائز في 3 مباريات يتوج باللقب. يحتاج الأهلي للفوز في مباراة اليوم لحسم اللقب بعد أن نجح في تحقيق الفوز بمباراتين حتى الآن من أصل 3 مواجهات، بينما يسعى الاتحاد للانتصار للحفاظ على آمله. يلتقي فريق الأهلي مع مضيفه وفاق سطيف الجزائري اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. اقترب الأهلي من بلوغ النهائي بعد فوزه الكبير على وفاق سطيف 4-0 في ذهاب نصف النهائي. ملعب 5 جويلية على موعد مع مواجهة قوية بين فريق الأهلي ومضيفه وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. المارد الأحمر وضع قدما في المباراة النهائية لدوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي بعدما اكتسح الفريق الجزائري برباعية نظيفة في ذهاب نصف النهائي. الأهلي يبحث عن تأمين فوزه خلال مباراة الإياب في الجزائر من أجل التأهل للدور النهائي للمرة 15 في تاريخه، بينما بات فريق نسور الهضاب بحاجة للفوز بخماسية نظيفة على الأقل للتأهل إلى المباراة النهائية. الأهلي تأهل إلى قبل نهائي دور الأبطال على حساب الرجاء الرياضي المغربي بالفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف نصف النهائي بعد تغلبه بهدف نظيف خارج ملعبه على الترجي التونسي في إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبيا على ملعبه في مباراة الذهاب. وخلال رحلة البحث عن لقب قاري جديد يسعى الأهلي لتعزيز رقمه القياسي البالغ 10 ألقاب وأن يصبح أول ناد يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي. رصدت كاميرا إكسترا نيوز توقعات الجماهير لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. نتابع. اعتقد يعني ان الاهلي هيكسب كسب الذهاب فاكيد هيكسب العوده، واتوقع ان اللي هيدخل الاجوان عمرو السوليه، ممكن يدخل داجونين لوحده ومحمد شريف جون مثلا. اتوقع ان شاء الله النتيجه هتبقى تعادل 1-1. اللي هيجيب الاجوان الاهلي محمد شريف. ان شاء الله يكون 2-0 محمد شريف. هو توقعاتي يعني 1-0 الاهلي، وان شاء الله يعني اللي يجيبه علي معلول ان شاء الله. 2-0 الاهلي، هيجيب الجون الاول محمد شريف والثاني عمرو السوليه. مش هيكون الماتش سهل بالنسبه له، وفاق سطيف لسه كسبان 7-0 في اخر ماتش في الدوري، فاعتقد الماتش هيكون صعب ومعنويات وفاق سطيف كتير، وخصوصا ان انت في الجزائر وبتلعب على ملعبه وسط جماهيره. وزي ما عودنا الاهلي بره زي جوه، ان شاء الله هنكسب وهنكسب زي ما كسبنا هنا 4-0. ممكن علي معلول والشحات يجيبوا يعني كل واحد فيهم جون 2. تقام الأحد 3 مباريات في الجولة 19 من الدوري الممتاز، يلتقي خلالها فريق الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا، ويحل إنبي ضيفا على المقاولون العرب، ويلعب بيراميدز مع ضيفه فاركو. هذا ويلتقي فريق أورلاندو بايرتس مع أهلي طرابلس الأحد في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. وفي الدور ذاته يحل مازيمبي ضيفا على نهضة بوركان.
اعتذرت الصين عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، وذلك بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وذلك بحسب ما أعلن الاتحاد القاري. اختيرت الصين من أجل الاستضافة في 5 يونيو 2019 خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية في باريس، وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023. يدخل ليفربول مواجهة حاسمة ومصيرية في 6:45 مساء اليوم أمام نظيره تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن. وسيكون نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تكرارا لمواجهة كأس الرابطة الإنجليزية التي جمعت ليفربول وتشيلسي هذا الموسم، وانتهت بتتويج ريدز بركلات الترجيح. قمة إنجليزية يستضيفها ملعب ويمبلي في العاصمة لندن بين ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. الريدز تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد لهذا الموسم بعد تغلبه على مانشستر سيتي ب3-2 في الدور نصف النهائي. من جانبه صعد البلوز إلى المباراة النهائية بعدما تفوق على كريستال بالاس بثنائية نظيفة في قبل النهائي. ليفربول يسعى لحصد اللقب الثاني على التوالي هذا الموسم من نفس الخصم بعد التتويج على حسابه بلقب كأس رابطة المحترفين، وكذلك مواصلة طريقه نحو رباعية تاريخية في ظل صراع على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي ومواجهته المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا. أما تشيلسي يسعى لإنقاذ الموسم بتحقيق لقب كأس الاتحاد للمرة 9 في تاريخه والأول منذ 2018، وهي كذلك فرصة جيدة لرد خسارة كأس الرابطة أمام خصم عنيد وصعب يرغب بمعانقة الكأس للمرة 8 في هذه المواجهة النارية. يحل مانشستر سيتي ضيفا على ويست هام يونايتد يوم الأحد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على ملعب لندن الأولمبي. يسعى مان سيتي للخروج بنقاط المباراة كاملة لمواصلة التربع على صدارة الترتيب قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة دون النظر عن نتائج المنافس ليفربول، بينما يأمل ويست هام في تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على أمله في التأهل إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل على حساب مانشستر يونايتد. يواجه إنتر ميلان مضيفه كالياري مساء الأحد في المرحلة 37 وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ويوجد إنتر ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 78 نقطة، ويتأخر عن المتصدر ميلان بفارق نقطتين، بينما يحتل كالياري المركز 18 برصيد 29 نقطة. يلتقي فريق ريال مدريد مع مضيفه قادش يوم الأحد، وذلك ضمن فعاليات الجولة 37 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. يتصدر ريال مدريد بطل النسخة الحالية جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، بينما يمتلك قادش 35 نقطة ويبحث عن الفوز للابتعاد عن منطقة الهبوط.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس لطيف ليلا على معظم الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وبأحوال الطقس نكون قد وصلنا إلى ختام جولة الثالثة عصرا الإخبارية. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، لكم منا كل التحية زميلتي دعاء جد الحق، وهذه تحياتي أنا سمر الزهيري، إلى اللقاء.